وللحديث عن تأثير هذه العقوبات معنا عبر الهاتف من المنامة الدكتور صفوق الشمري، مختص في الشؤون السياسية والأمنية. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إذن عقوبات جديدة وصفت بالأشد على كوريا الشمالية، برأيكم إلى أي حد يمكن أن تردأ العقوبات الجديدة هذه المرة كوريا الشمالية عن المضي قدما في برنامجها النووي والبالستي؟ أهلا، بالنسبة للعقوبات الجديدة هي عبارة عن قطع الاتصال بالعالم الخارجي منذ سنوات، والجميع يعرف لكن يتغاضى أنه كوريا كانت تستخدم الطرق التجارية البحرية لتبادل البضائع، لدرجة أنها مرحلة من المراحل كانوا يتبادلون البضائع بين السفن في البحر حتى ما تصل إلى ميناء، وهي في البحر يصير التبادل. فحاليا العقوبات هذه اللي تشمل حتى عدة دول خصوصا الصينيين، يعني حتى أكون أكثر وضوحا، تجار الصينيين في هذه الحالة تقريبا قطعت جميع التجارة عدا يمكن طريق واحد اللي هو البنوك الصينية. غير كذا تقريبا 99% من التجارة الخارجية لكوريا الشمالية انقطعت. طبعا هذا بدون شك أثر سابقا، راح يأثر سواء كان المزاج الكوري الشمالي يحب انه يبالغ بقوته او لا. لا طبعا الاقتصاد الكوري الشمالي منهار، فالعقوبات هذه ستؤدي الى عزل عن العالم الخارجي. نعم، راح تكون مؤلمه بدون شك. اذا كانت مؤلمه وتعزل كوريا الشماليه عن العالم الخارجي وتشكل تقريبا 99% من التجاره كما ذكرت حضرتك دكتور، هل يمكن إذن أن ترضخ بيونغ يانغ للضغوط الاقتصادية وتتجه هذه المرة نحو طاولة الحوار؟ لازم نأخذ أنه كوريا الشمالية زي إيران مثلا، نظام مش نظام مؤسساتي، نظام أشخاص، نظام القائد أو القائد الأعلى. فلو كان نظام مؤسساتي بدون شك راح ترضخ وراح تروح للدار، لكن أنت تتكلم على قائد إلى حد ما صغير في السن يحب المغامرات، فما تقدر تتوقع هذا. منطقيا يجب أن يروح للمفاوضات علشان الشعب ما ينهار، علشان الاقتصاد ما ينهار، لكنه تصرفاته الاستفزازية، طريقته، تعامله حتى مع عائلته، يعني قتل زوج عمته بصاروخ، فتتوقع منه أي شيء، فما تقدر تقول أنه تطبق النظريات السياسية عليه. ممكن انه يكون يطلع في شيء، نعم. ممكن انه يعني ما مستحيل انه انت ما تطبقها على سياسي محترف، انت تطبقها على سياسي مزاجي الى حد ما. نعم، في ظل هذا التناقض بين المنطقيه التي تفرض امكانيه الحوار وبين مزاجيته واستفزازيته، هل نستبعد اذا دكتور ام لا امكانيه مواجهه عسكريه مفتوحه بين البلدين في ظل التصعيد الجديد هذا؟ لا أتوقع أنه مواجهة بين أمريكا وكوريا الشمالية، مهما بالغت كوريا الشمالية أمريكا قادرة أن تدمر كوريا الشمالية خلال ساعة. ممكن استفزاز الكوريا الجنوبية، ممكن هذا، وهذا اللي يحصل عادة لما تصير ضغوطات على كوريا الشمالية تروح تستفز كوريا الجنوبية. ولما أغرقت في حادثة اللي قبل كم سنة، لما أغرقت السفينة الكورية الجنوبية أو أرسلت قذائف بين الخط الفاصل ممكن، لكن تهاجم أمريكا أو لا ما أتوقع. نعم، مهما كان الجنون حقه ما راح يصل لمرحلة أنه يدري أنه راح يتدمر كليا إذا حاول هاجم أمريكا. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، حدثنا عبر الهاتف من المنامة الدكتور صفوق الشمري، مختص في الشؤون السياسية والأمنية.